السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الرائعين، طلاب الصف الأول. تعلمنا معا بعض آيات سورة الملك رائعين، واليوم سنكمل ما تعلمناه وسنحفظ آيات جديدة معا. في البداية سنعيد ما أخذناه في آخر حصة لنا، تعلمنا مجموعة من الآيات في آخر حصص أخذناها في المدرسة، مجموعة من الآيات وعرفنا معانيها، سنقرأها معا. أطلب منكم طلاب الرائعين أن تقرأوا معي الآن ما حفظناه مسبقا وباستخدام الحركات التي تعلمناها معا. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وصلنا إلى هنا في الحفظ، بارك الله فيكم، أشكر كل من كرر معي واستخدم الحركات، بارك الله فيكم يا مبدعين. هيا بنا نتعلم آية جديدة معا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي ما معنى هذه الآية ترى؟ تعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا في هذه الأرض وجعلنا مستخلفين فيها من أجل عمارتها، ومن ثم إليه سنعود وسنحشر من أجل الحساب. هيا سأقرأ الآية مرة ومن ثم رددوا خلفي. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هيا كرروا، بارك الله فيكم أبدعتم. هيا نكررها ثلاثا معا لغايات الحفظ. بسم الله، هيا كرروا معي، بسم الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بارك الله فيكم طلاب الرائعين، تعلمنا معا هذه الآية، فلننظر إلى الآية الأخرى معا. هيا بسم الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي يقول الكافرين متى هذا الوعد، متى سيأتي اليوم الذي سنحشر فيه إن كنتم صادقين، هيا متى هذا اليوم، هكذا يقول الكافرون بكل سخرية واستهتار. لكن ما ينتظرهم ماذا؟ أحسنتم، ينتظرهم عذاب أليم. هيا أقرأ الآية ومن ثم كرروها خلفي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هيا كرروا، بارك الله فيكم أبدعتم. هيا نكرر، هيا طلاب الرائعين، فلنكرر معا هذه الآيات ثلاث مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هيا كرروا معي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بارك الله فيكم يا مبدعين. هيا نكرر الآيتين معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن تقرأوا معي الآن. هيا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بارك الله فيكم أيها المبدعون. هيا نتعرف على آية جديدة أيضا. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أي يقول سيدنا محمد العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا أعلم متى موعد يوم القيامة لكنه سيأتي، أنا فقط نذير مبين، أي أتيت لأنذركم وأحذركم من عذاب الله وأخبركم بأن هناك جنة ونار. هيا أقرأها مرة ومن ثم كرروها. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. هيا كرروها. بارك الله فيكم أيها المبدعون الرائعون. هيا نكررها ثلاثا. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بارك الله فيكم طلاب الرائعين. لأنكم كررتوها ثلاثا هيا نعيد الآيات الثلاث معا. هيا واحد اثنان ثلاث. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. شكرا للذين كرروا خلفي. بارك الله فيكم. سنضيف آية أخيرة بعد وننتهي. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. أي عندما رأى الكافرون العذاب ماذا حدث لهم؟ شعروا بخوف وندم شديد. وقيل لهم ماذا؟ هذا الذي كنتم تنكرون به، هذا هو العذاب الذي ستحصلون عليه لأنكم لم تؤمنوا بالله عز وجل. فلما رأوه زلفة، هيا كرروها. فلما رأوه زلفة، رائع. هيا سيئت وجوه الذين كفروا، أحسنتم، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هيا كرروها. بارك الله فيكم. الآن سنقرأ الآية كاملة معا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بارك الله فيكم طلاب المميزين. نكررها ثلاثا. بسم الله. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بارك الله فيكم طلاب المميزين. نكرر الأربع آيات التي حفظناها اليوم معا، هيا بسم الله. قل هو، اقرأوا معي، أريد أن تقرأوا معي الآن. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بارك الله فيكم طلاب الرائعين وطيب الله أنفاسكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الآيات التي سنحفظها اليوم، وسنستمر في الحفظ في الأيام القادمة إن شاء الله. أطلب منكم تكرار هذه الآيات مرارا وتكرارا وتسميعها لوالديكم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.